الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثرة المزاح والضحك بين الصالحين ومن نحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد من القدوات وممن يكبروننا سنا وأكثرنا علما وفقها، ما توجيهكم لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبسط لأصحابه وجلسائه وأن يمازحهم مزاحا مضبوطا بضوابطه الشرعية المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، فكان لا يقول في مزاحه إلا الحق، وكان مزاحه خاليا عن إيذاء أحد بقول أو فعل، وكانت ممازحته صلى الله عليه وسلم محدودة بحدود معينة، وليست هي الحالة الغالبة على أحواله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام، بل كانت تقع منه المزحة بين الفينة والأخرى من باب انشراح الصدور ومن باب التبسط مع الإخوان. فالمزاح أمر مطلوب لا حرج ولا شك في ذلك، فالإنسان لا ينبغي له أن يكون منقبضاً عن إخوانه مقفهر الوجه بين جلسائه، ولا ينبغي له أن يكون ثرثاراً مزاحاً كثير المزاح، تكون أحوال مزحه أكثر من أحوال جده، فالوسطية في مثل ذلك مطلوبة. فبعضهم يغلب على طبعه كثرة المزاح والإسفاف والتمادي فيه، وبعضهم لا يمزح مع جلسائه ولا مع أصحابه مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، انتبهوا، لا من قريب ولا من بعيد. فالإنسان ينبغي له أن يتوسط في مثل هذا الأمر، وأن يبني أمره على الوسطية، فإن الوسطية حزام أمان، فإن الوسطية حزام أمان في مثل ذلك. وعلى هذا يخطئ من يتصور أن كثرة المزاح إنما هو تعبير عن طراوة النفوس وطيب القلب، فكثرة المزاح قد تقلب الدفة عليه وتكسر شخصيته أمام الناس وتكسر هيبته أمام الناس. ولذلك ورد عن السلف رحمهم الله تعالى التحذير من كثرة المزاح، فلا ينبغي للإنسان أن يقطع المزاح مطلقا مع جلسائه وإخوانه، ولا ينبغي أن يكثر منه حتى يكون صفة غالبة عليه. ولذلك روى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب المزاح في قول عبد الله: إن للمزاح إزاحة عن الحقوق ومخرجا إلى القطيعة والعقوق، يعني أن من المزاح ما يوجب العقوق ويوجب القطيعة بين الإخوان، وذلك إذا خرج عن ضوابطه الشرعية وكثر وصار سجية على للإنسان. ولا يجوز في الممازحة أن يؤذي الممازح من يمازحه، لا بقول ولا بعمل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا المزاح فإنها حماقة تورث ضغينة، هكذا قال رحمه الله تعالى. وقال بعض الحكماء: إنما المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك. وهؤلاء يتكلمون عمن كان طبعه المزاح وكثر مزاحه وكثرت هفواته وسقطاته بسبب المزاح، لا سيما إذا كان من الصالحين من طلبة العلم، فهؤلاء وإن قلنا إن المزاح في حقهم جائز كما مزح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لطالب العلم والداعي أن يكفهر في وجوه الناس، بل عليه أن يتبسط معهم، إلا أنه لا بد أن يكون في حدود وضوابط لا تكسر شخصيتك ولا تكسر دعوتك ولا تجرئ السفهاء عليك ولا توجب ضغينة أو قطيعة أو أذى للآخرين. وعلى كل حال، فالوسطية في مثل هذا الأمر مطلوبة، فإذا كان المزاح مبنيا على ساق الوسطية فإن الأمر سيكون منضبطا بضوابطه الشرعية، وسيجنى منه المصالح الخالصة أو الراجحة، والله أعلم.